أكدت وزارة الصحة نجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية 94%، فيما بلغت نسبة من تلقوا الجرعة المنشطة من التطعيم 83%. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل الصياد، استشاري الوبائيات والصحة العامة. مساء الخير وأهلا بك دكتور. اليوم التوصيات العالمية جميعها تحث على أخذ الجرعة المنشطة، كيف انعكست نسبة الحاصلين العالية على الجرعة المنشطة هنا في البحرين على عدد الحالات القائمة التي استدعت الدخول إلى وحدة العناية القصوى مؤخرا؟ مساء الخير للأخوان الأخوات المشاهدين. طبعا احنا في البحرين والله الحمد من الدول اللي نجحت نجاح كبير جدا في حملات التطعيم، ونفس ما ذكرتون الأرقام يعني من الأرقام الكبيرة على المستوى العالمي ولله الحمد. احنا يمكن الدراسات العالمية أثبتت خصوصا في هذه الفترة، فترة انتشار الأوميكرون على مستوى العالم، ان الملقحين او اللي اخذوا اللقاح احتماليه اصابتهم بالمرض اقل، احتماليه لو اصيبوا بالمرض ادخالهم للمستشفى اقل، والادخال الى العنايه القصوى اقل. طبعا ايضا في الفتره الحاليه الدراسات اللي تجرى على مستوى العالم وحتى الملاحظات والاحصائيات المحليه اثبتت ان الدخول للعنايه القصوى أقل بكثير بين الملقحين واللي أخذوا الجرعة المنشطة. واقعا إحنا لم يحصل أن دخل عندنا أحد في العناية ما أخذ الجرعة المنشطة. نعم. فإحنا ندعو الجميع واقعا إلى اللي ما أخذ التطعيم يسارع بأخذ التطعيم، اللي صار عنده أنه الحين لازم يأخذ الجرعة المنشطة أنه يأخذ الجرعة المنشطة من أجل حماية ووقايته وحماية المجتمع بصورة عامة. نعم الدكتور عادل الصياد استشاري الوبائيات والصحة العامة، شكرا جزيلا لك.